سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة حجرات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے ایمان والیو اگے نہ ودو سامنے اللہ دے تے او دے پیغمبر دے تے بچدے رہو اللہ تو اللہ ضرور سندا جاندا ہے اے ایمان والیو اچے نہ کرو آواز اپنے پیغمبر دی آواز نالوں تے نہ اچھی گل کرو اس نال جیوں اچھی گل کرنا ہے تساں اکنا دا اکنا نال تاں اوگت نہ جان عمل تواڈے تے تہانوں سرت وی نہ ہووے جڑے نیویں کردے نے آواز اپنے اللہ دے پیغمبر کول ضرور اوہ نے جنہاں دے دلاں نوں پرکھ لیا اللہ نے ادب پان لئی انہاں لئی معافی ہے تے بڑا ثواب اے حبیب جڑے آواز ماردے نے تینوں حجریاں دے باہروں بہتیاں نوں انہاں وچ عقل نہیں تے جے او صبر کر دے جد تک توں نہ نکل دو انہاں وال تاں ہوندا چنگا انہاں لئی تے اللہ بخشنار مہربان ہے اے ایمان والیو جے لیاوے تساں کول فاسق آدمی کوئی خبر تاں تحقیق کرو تاں دکھ نہ پجا بیٹھو کسے گروہ نوں نادانی نال پھر ہو جاؤ اپنے کیتے اتے پشیمان تے جان رکھو بھائی تساں وچ پیغمبر خدا دا جے تہاڈے آکھے لگے بہت کماں وچ تاں وقت پی جا جے پر اللہ نے محبت پا دتی تہاڈے دلاں وچ ایمان دی تے اونوں سونا کر وکھایا تہاڈے دلاں وچ تے بری لگی تہانوں بے ایمانی تے ٹھیٹ پونا تے انمول پونا اوہو ہی نے نیک چال اللہ دے فضل تے احسان نال تے اللہ سب کچھ جاندا حکمت والا تے جے دو ٹولے ایمان والیاں وچوں آپے وچ لڑ پین تاں صلح کرا دیو انہاں وچ پھر جے وعدہ کرے انہاں وچوں ایک دوجے اتے تاں سارے لڑو اس نال جڑا وعدہ کردا ہے جد تیک مڑ نہ آوے اللہ دے حکم وال پھر جے مڑ آیا تاں صلح کرا دیو انہاں وچ انصاف نال تے انصاف کرو اللہ نوں ضرور پیارے لگدے نے انصاف کرن والے ایمان والے آپے وچ بھرا بھرا نے سو سلا کرا دیو اپنے دو پراواں وچ تے بچ دے رہو اللہ تو شاید تو ساں تے مہر ہوے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون اے ایمان والے مسخریاں نہ کرن ایک لوگ دوجیاں لوکاں نال شاید او چنگے ہون انہاں نالوں تے نہ ایک عورتاں دوجیاں عورتاں نوں شاید او چنگیاں ہون انہاں نالوں تے نہ مینے دیو ایک دوجے نوں آپس وچ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨਾਲ ਬੁਰਾਏ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਜੋ ਬੇਫਰਮਾਨੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਬਚੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਜ਼ੀ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਐਬ ਖੋਤਰੋ ਤੇ ਨਾ ਗੀਬਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਖਾਏ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜੋ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤ ਆਇਓ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੜ ਤੋਬਾ ਮੰਨਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੋ ਅਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਵਧੇਰਾ ਬਚ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਆਖਿਆ ਗਵਾਰਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਪਰ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਤੀ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਘਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹਬੀਬ ਆਖੋ ਨੇ ਭਲਾ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਹਿਸਾਨ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਚਾੜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸਗੋਂ ਅੱਲਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚਾੜਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਛੁਪੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ